غادي بول جام تبسى غادي بول يا تبول يا تبول غادي بول غادي بول غادي بول غادي بول غادي سفيه مال عدت بالسفيه مال لا للجهويه لا للجهويه لا للجهويه لا للسفيه مال عدت بالسفيه مال الناس راهي تعاني من الكراهيه، الناس راهي كرايه، الناس راهو اللي كاين عنده مشروع تاع الزواج راه معطل، كاين اللي راه في حاله مسريه جدا منذ 3 سنوات وهو يعاني، فمتى يرفع الظلم عن سكان ولايه بسه عن عدل بسه 1 و2؟ يا سلال يا تبون انا ولادي راهم كل عام في بلاصه يقروا، راهم كل عام في بلاصه يقروا، راني تعبت من الكراه من الكراه، راني في العام ندفع 24 مليون وانا موظف ندي في 3 ملايين. احنا تضامنا معاهم حتى نلقوا حل لهذا المشكل اللي الوزير يقول باللي العمليه انتهت وهو لم ينطلق، ماذا بينا نعرفوا ما هو سبب عدم انطلاق هذا المشروع.